كان يا مكان في سالف العصر والأوان، يحكى أن العواطف والأحاسيس وبعض القيم اتفقوا أن يلعبوا لعبة الغميضة. قام الجنون وقال: أنا أغمض عيني وأنت مختبئ، سأعد للثلاثين وبعدها سأبحث عنكم. أغمض الجنون عينيه وبدأ العد: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، وأكمل. كان الحزن قد اختبأ خلف الشجرة، وتوارى الحسد في حفرة، أما الفرح فقد صعد أعلى صخرة كانت بالقرب. احتار الحب أين سيختبئ؟ كل المواقع الاستراتيجية الهامة احتلها الآخرون. لم يجد الحب بدا من التوغل داخل نبتة شائكة، وقد كان المخبأ رغم قساوة أشواكه الحادة آخر ما يمكن للجنون أن يفكر فيه. وهنا عثر الجنون على الجميع إلا الحب. بحث وبحث وبحث دون جدوى، لكن الحسد همس إليه في مكر: انظر تحت قدميك. انتبه الجنون إلى النبتة الشائكة وصاح: اخرج، لقد ضبطتك، أنت هنا. خرج غير أن الحب لم ينطق ببنت شفا، حتى شك الجنون في وجوده هناك. ومرة أخرى يتطوع الحسد لمساعدته ويمنحه عصا حادة وهو يغمز إليه بطرف عينه. أخذ الجنون العصا وبدأ يدخلها بعنف بين تجاويف النبتة. فجأة سمع آي آي، بقر الجنون عين الحب. تأسف له كثيرا، لكن الأسف لن يرد له نظره. قال الحب: أنت حرمتني من النظر، وعليك أن تقودنا لتكون أنت عيناي. وافق الجنون على الشرط، ومنذ ذلك الآن والحب أعمى يقوده الجنون. انتهت حكايتنا لهذا اليوم. دمتم في أمان الله صغاري.